تبارك الله إلهنا كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. على المسيح ملكنا وإلهنا، هلم نصرك على المسيح وملكنا وإلهنا. بارك يا نفس الرب أيها الرب إلهي، لقد عظمت جدا الاعتراف وعظم الجلال. لبست أنت المتسرب بنورك الثوب الباسط، فعلت لها حدا فلا تتعداه ولا ترجف تغطي الأرض. صفير المسك الأقلق يتقدمها، الجبال العالية للأيلة والصخور ملجأ للأرانب. صنع القمر الأوقات والشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل فيه تعبر جميع وحوش غاب. أشبال تزر تختف ولتتمس من الله طعامها، أشرقت الشمس فاجتمعت وفي سيرها ربضت. يخرج الإنسان إلى عمله ولا خدمته حتى المساء. ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعتها، قد امتلأت الأرض من خليقتك. هذا البحر الكبير الواسع، هناك دابات لا عدد لها، حيوانات صغار مع كبار. هناك تجري السفن، هذا التنين الذي خلقته يلعب فيه، وكلها إياك تترجى لتعطيها طعامها في حينه، وإذا أنت أعطيتها جمعت. تفتح يدك فيمتلئ الكل خيرا، تصرف وجهك فيضطربون، تنزع أرواحهم فيفنون ولا ترابهم يرجعون. ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض. يكم مجد ربي إلى الدهر، يفرح الرب بأعماله. الذي ينظر إلى الأرض فيجعلها ترتعد ويمس الجبال فتدخن. أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا، الذي له تأملي وأن أفرح بالرب. لتبدل الخطأ من الأرض والثمة حتى لا يجد فيها. بارك نفس الرب. الشمس عرفت غروبها، جعل الظلمة فكان ليل. ما أعظم أعمالك يا رب كلها بحكمة صنعت. المجد للآب والابن والروح القدس لنا وكل أوان ولدهر الداهرين آمين. هللويا هللويا هللويا. المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا. المجد لك يا الله. هللويا هللويا هللويا. المجد لك يا الله. يا إلهنا ورجاءنا لك المجد. بسلام إلى الرب نطلب. من أجل السلام العلوي وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. من أجل سلام كل العالم وثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا والكهنة المكرمين والشمامسة الخدام بالمسيح وجميع الكليروس والشعب إلى الرب نطلب. من أجل حكامنا ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل هذه المدينة وجميع الأديرة والمدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. من أجل أبنائنا الطلاب الذين يستعدون لتقديم امتحاناتهم ليوفقهم الرب الإله وينير أذهانهم ويرشدهم إلى كل عمل صالح إلى الرب نطلب. من أجل اعتدال الأهوية وخصب الأرض بالثمار وأوقات سلامية إلى الرب نطلب. من أجل المسافرين برا وبحرا وجوا والمرضى والمتألمين والأسرى والمخطوفين وخلاصهم إلى الرب نطلب. من أجل هذا الشعب الواقف المنتظر نعمة الروح القدس إلى الرب نطلب. من أجل الذين يحنون قلوبهم وركبهم أمام الرب إلى الرب نطلب. من أجل أن يقوينا الرب لبلوغ نهاية حسن الإرضاء له إلى الرب نطلب. من أجل أن يرسل علينا رحمته الغنية إلى الرب نطلب. من أجل أن يقبل حنيا ركبنا كالبخور قدامه إلى الرب نطلب.
ومن أجل المحتاجين إلى المعونة من الله إلى الرب نطلب. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. اضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. بعد ذكرنا الكليات القداسة طاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة لنا الدائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنه بك يليق كل مجد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين يا ربي إليك صرخت استمعني يا رب يا ربي إليك صرخت فاستمعني أنصت إلى صوتي مع الناس العاملين بإثم ولا تفقوا مع مختاريهم ولم يوجد من يطلب نفسي
إطفئ صوت طالباتي فإنني قد تذللت جدا. أخرج من الحبس نفسي لكي أشكر أسماك يا يحضر صدقونا حتى تجزياني من الأعماق صرخت إليك يا رب فيا رب استمع لصوتي لتكن أذنك ناصتاني إلى صوت تضرعي للأسان راصدا يا رب يا رب من يتوفى إنا من عندك لرفيقا. اليوم الأمم كافة في مدينة داود عاين المعجزات لما انحدر الروح القدس بألسنة نارية كما نطق لوقا اللهج بالله لأنه قال في اجتماع تلاميذ المسيح صار هفيفا كهبوب رياح عاصفة وملأ المنزل الذي كانوا فيه جالسين وابتدأوا كلهم ينطقون بألفاظ غريبة واعتقادات غريبة وتعاليم غريبة للثالوث المقدس. من أجل اسمك صبرت لك يا رب صبرت نفسي في أقوالك توكلت نفسي على الرب. اليوم الأمم كافة في مدينة الروح القدس كان دائما ويكون وسيكون لأن ليس له ابتداء ولا له بالكلية انتهاء لكنه لم يزل منتظما مع الآب والابن ومعدودا حياة ومحيا نورا ومانحا للضياء صالحا بالطبع والاصطلاح ينبوعا الذي به يعرف الآب ويمجد الابن ويفهم من الكل أن قوة واحدة ورتبة واحدة وسجدة واحدة للثالوث المقدس. فإن من الرب الرحمة والمجد الكثيرة وهو ينجي إسرائيل من كل أثمه. إن الروح القدس كان دائما وكائنا وسيكون لأنه ليس له ابتداء ولا له بالكلية انتهاء لكنه لم يزل مقاضيما على الآب والابن
يسبح الرب يا جميع الأمم وامدحوه يا سائر الشعوب. إن الروح القدس نور وحياة وينبوع حي عقلي، روح حكمة، روح فهم، صلاح مستقيم عقلي رئاسي مطهر للهفوات، إله ومؤله، نار من نار بارزة، متكلم فاعل مقسم للمواهب، الذي به الأنبياء كافة ورسل الله مع الشهداء تكللوا، سمعة مستغربة، رؤية غريبة، نار مقسومة لتوزيع المواهب. إن رحمته قد قويت علينا، حق الرب يدوم إلى الأبد. إن الروح القدس نور وحياة وينبوع حي عقلي، روح حكمة، روح فهم، صالح مستقيم Thank you.
فاستقم. الشعوب قوتك
القديم عجائبك. أيها أيضا وأيضا بإحناء الركب إلى الرب نطلب. أيها الرب الطاهر العادم العيد الذي لا بدء له غير المنظور وغير المدرك، الذي لا يستقصى أثره، الذي لا يتغير، الذي لا يقاس غير المحدود، العادم شر العادم الموت وحده، الساكن النور الذي لا يدنى منه، الصانع السماء والأرض والبحر وكل ما خلق فيها، المانح الجميع طلباتهم قبل الطلب. إليك نطلب وإياك نسأل أيها السيد المحب البشر، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماوات وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء المجيدة والدة الإله الدائمة البتولية، الذي إذ علم أولا بالأقوال ثم أبان ذلك بالأفعال، لما كبد الألام الخلاصية منحنا نحن عبيده الذليلين الخطأ غير المستحقين نموذجا في أن نقرب توسلات بحني الأعناق والركب من أجل خطايانا وجهالات الشعب. أنت إذن أيها الكثير الرحمة المحب البشر، استجب لنا في أي يوم ندعوك، وخاصة في هذا اليوم الخمسيني الذي فيه بعد صعود ربنا يسوع المسيح إلى السماوات وجلوسه عن يمينك. أيها الإله الآب، أرسل الروح القدس على تلاميذه الرسل القديسين فاستقر على كل واحد منهم، وامتلأوا جميعا من نعمته الإلهية التي لا تفرق، وتكلموا بعظائمك بألسن أخرى وتنبأوا. فاستجب لنا الآن نحن المتضرعين إليك، واذكرنا نحن ذليلين المدينين، ورد سبي نفوسنا مستشفعا فينا بفعل حنوك الخاص. اقبلنا نحن الجاثين لك والهاتفين، خطئنا فإننا إليك ألقينا من الحشا ومن بطن أمنا، أنت إلهنا، إلا أن أيامنا قد فنيت بالباطل فتعرينا من معونتك وعدمنا كل جواب، لكننا لثقتنا برأفاتك نصرخ إليك. خطايا شبابنا وجهلنا لا تذكر، ومن خفياتنا نقينا، لا ترفضنا في زمان الشيخوخة، وعند فناء قوتنا لا تتخلى عنا، وقبل أن نعود إلى الأرض أهلنا لأن نرجع إليك. انظر إلينا بإشفاق وإنعام، وقابل مآثمنا برأفاتك، وتغض عن كثرة ذلاتنا بلجة تحنناتك. اطلع يا رب من علو قدسك على شعبك الواقف حولنا والمنتظر رحمتك الغنية، افتقدنا بخيريتك ونجينا من حكومة شيطان، واحفظ حياتنا بشرائعك المقدسة الجليلة. سلم شعبك إلى ملاك حافظ أمين، اجمعنا كافة في ملكوتك، امنح المتوكلين عليك غفرانا، واترك لنا ولهم خطايانا، وطهرنا بفعل روحك القدوس، وأزل حيل العدو علينا. مبارك أنت أيها السيد الضابط الكل، المنير النهار بالنور الشمسي والمبهج الليل بأشعة القمر، يا من أهلتنا أن نقطع مسافة طول النهار وأن ندنو من مبادئ الليل،
استمع طلبتنا نحن وجميع شعبك، واغفر لنا جميع خطايانا الطوعية والكرهية، وتقبل ابتهالاتنا المسائية، وأرسل كثرة رحمتك ورأفتك على ميراثك. أحطنا بملائكتك القديسين، وسلحنا بسلاح برك، وسيجنا بحقك، واحفظنا بقوتك من كل شدة ومن كل مؤامرة المعاند. امنحنا هذه العشية الحاضرة مع الليلة المقبلة وكل أيام حياتنا أن تكون كاملة مقدسة سلامية، لا خطيئة فيها ولا شك ولا تخيل. بشفاعة القديسة والدة الإله وجميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، أعضد وخلص وارحم، وأنهضنا يا الله واحفظنا بنعمتك. بعد ذكرنا الكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة، سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله، لأن لك أن ترحمنا وتخلصنا أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع بك الذي لا بد له وروحك الكلي قدس الصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. نقول جميعنا من كل نفوسنا من كل أذهاننا لنقول أيها الرب الضابط الكل إله أبائنا، نطلب إليك فاستجب وارحم. ارحمنا يا الله بعظيم رحمتك، نطلب إليك فاستجب وارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا يوحنا، وأيضا نطلب من أجل إخوتنا الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح، وأيضا نطلب الرحمة والحياة والسلامة والعافية والخلاص لعبيد الله جميع المسيحيين الحسن العباد الأرثوذكسيين الساكنين والموجودين في هذه المدينة والمجتمعين في هذه الكنيسة المقدسة ومجلس رعيتها والمحسنين إليها وافتقادهم ومسامحتهم وغفران خطاياهم. وأيضا نطلب من أجل المطوبين دائمي ذكر الذين عملوا هذا الهيكل المقدس، ومن أجل جميع المنتقلين من آبائنا وإخوتنا الأرثوذكسيين الراقدين ها هنا وفي كل مكان. وأيضا نطلب من أجل الذين يقدمون الأثمار والذين يصنعون الإحسان في هذا الهيكل المقدس الكلي الوقار، والذين يتعبون ويرتلون فيه، ومن أجل هذا الشعب الواقف المنتظر من لدنك الرحمة الغنية العظمى. لأنك إله رحيم ومحب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس أنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أيضا وأيضا بحنين ركبي إلى ربنا طول. يا يسوع أيها الرب يسوع المسيح إلهنا المانح البشر سلامك والواهب المؤمنين، وأنت بعد معنا في العالم موهبة الروح الكل ميراث لا ينتزع، يا من أرسلت اليوم بوجه ضحى هذه النعمة لتلاميذك الرسل ووضع في أفواههم وعلى شفاههم ألسنة نارية، يا من بها قبل كل جنس البشري معرفة الإله كل بلغته الخاصة وبسمع الأذن، فاستنرنا بنور الروح وانعتقنا من الضلال كما ينعتق من الظلام، وبتوزيع الألسنة النارية المحسوسة فعلها الطبيعة تتلمذنا بالإيمان بك وتكلمنا في لاهوتك بأنك مع الآب والروح القدس لاهوت واحد وقوة واحدة وسلطان واحد، فأنت إذن يا ضياء الآب والصورة الثابتة وغير المتبدلة لجوهره وطبيعته، يا ينبوع الخلاص والنعمة افتح شفتي أنا الخاطئ وعلمني كيف ينبغي ومن أجل من يجب أن أصلي،
لأنك أنت العالم بكثرة خطاياي، لكن تحننك يغلب كثرتها. فهأنذا ماثل أمامك بخوف طارح يأس نفسي في لجة رحمتك. دبر يا رب حياتي يا مدبر كل الخليقة بكلمته وقوة حكمته التي لا توصف. ويا أيها الميناء الهادئ للممتحنين، وعرفني الطريقة التي أسلك فيها. امنح أفكاري روح حكمتك، واهبا جهلي روح فهمك. ظلل أعمالي بروح مخافتك، وروحا مستقيما جدد في أحشائي، وبروح رئاسية شدد ذهني الضالق، لكي أؤهل في كل يوم لأن أعمل وصاياك مقودا بروحك القدوس نحو الموافق. وأنا ذاكر حضورك الممجد الفاحص أعمالنا. لا تكني أن أنخدع بمغريات هذا العالم المفسد، بل قوني في أن أهوى التمتع بالكنوز الآتية. لأنك أنت قلت أيها السيد إن كل ما يطلبه أحد باسمك يناله بلا مانع من قبل الله الآب المساوي لك في الأزلية. لأجل هذا أتضرع أنا الخاطئ إلى صلاحك في يوم حلول روحك القدوس أن تهبني كل ما طلبته للخلاص. نعم أيها الرب المعطي الصالح المانع كل إحسان بغنى، لأنك أنت الواهب لنا أكثر مما نطلب. أنت الشفوق الرحوم الصائر شريكا لجسدنا بلا خطيئة، المتطلع بإشفاق على الذين يحنون لك ركبهم، صائرا غفرانا لخطايانا. امنح يا رب شعبك رأفاتك، واستمع لنا من سماء قدسك. قدسهم بقوة صلاحي خلاص يمينك، استرهم بستر جناحيك، ولا تعرض عن أعمال يديك. فإننا إليك وحدك نخطئ، لكننا إياك وحدك أيضا نعبد، ولا نعرف أن نسجد لإله غريب، ولا أن نمد أيدينا إلى إله آخر سواك أيها السيد. فاترك لنا زلاتنا، وبقبولك ابتهالاتنا جاثنا. امدد يد معونة لنا جميعا، واقبل صلاتنا كافة كالبخور المقبول الصاعد أمام ملكك الفائق الصلاح. يا رب يا رب، يا من أنقذتنا من كل سهم يطير موجه إلينا في النهار، نجينا أيضا من كل عائق قد يسري في الدجى. واقبل رفع أيدينا ذبيحة مسائية، أهلنا لأن نجوز مساف الليل بلا عيب غير مجربين من المساوئ. أنقذنا من كل اضطراب وجزع يأتينا من الشيطان. هب نفوسنا تخشعا وأفكارنا اهتماما للتأمل بدينونتك العادلة المرهوبة. سمر أجسادنا بمخافتك، أمد أعضاءنا التي على الأرض لكي نستنير في هدوء النوم أيضا بتأمل أحكامك. أبعد عنا كل تخيل رديء وشهوة ضارة. أمهدنا في وقت الصلاة ثابتين في الإيمان وناجحين في وصاياك. أوضد وخلص وارحم. أمهدنا يا الله واحفظنا بنعمتك. بعد ذكرنا كل القداسة الطاهرة الفائقة المجيدة سيدتنا والدة للأئمة التي مع جميع القديسين، فلندى ذواتنا بعضنا بعض وكل حياتنا المسيح الإله. بنصرة نعمة ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع الروح الكل قدس والصالح والمحيي الآن وكل أوان وإلى دار الداهرين. آمين. أهلنا يا رب أن نحفظ في هذا المساء بغير خطيئة. مبارك أنت يا رب إله أبائنا، ومسبح وممجد اسمك إلى الأبد. آمين. لتكن يا رب رحمتك علينا كمثل اتكالنا عليك. مبارك أنت يا رب علمني وصاياك. مبارك أنت يا سيد فهمني حقوقك. مبارك أنت يا قدوس أنرني بعدك. يا رب رحمتك إلى الأبد وعن أعمال يديك لا تعرض. لك ينبغي المديح، بك يليق التسبيح، لك يجب المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيضا وأيضا بحني الركب إلى الرب إلهنا نطلب. أيها الرب إلهنا، العين الدائم الجريانها المحيي المنير القوة الخالقة المساوية للآب في الأزلية، يا من لأجل خلاص البشر أكمل كل التدبير بنوع فائق الجمال، وقطع قيود الموت التي لا تنحل، وكسر أقفال الجحيم، ووطئ كثرة الأرواح الخبيثة، يا من قدم ذاته عنا ضحية لا عيب فيها، إذ أعطانا جسده الطاهر الذي لم يلامس ولم يباشر خطيئة،
ومنحنا بهذه الخدمة المرهوبة الفائق الوصف حياة أبدية. يا من انحدر إلى الجحيم وحطم الأمخال الدهرية وأظهر مصعدا للجالسين أسفل واصطاد بطعم الحكمة الإلهية التنين السفلي رأس الشر، وقيده بسلاسل القتام في جهنم والنار التي لا تطفأ، وظلم قصوى وضبطه ضبطا محكما بقوته الفائقة الاقتدار. يا حكمة الآب العظيم الاسم، يا من ظهر معينا عظيما للذين في النوائب وأنار جالسين في الظلمة وظلال الموت، أنت يا رب المجد الدائم الابن الحبيب للآب العلي النور الأزلي من النور الأزلي. يا شمس البر استجب لنا نحن المتضرعين إليك، وارح نفوس عبيدك السابق رقادهم من أبائنا وإخوتنا وسائر أقاربنا بالجسد وجميع أبناء الإيمان الذين نصنع الآن تذكارا لهم، لأن فيك قوة الجميع وبيدك تضبط كل أقطار الأرض. أيها السيد الضابط الكل، يا إله الآباء ورب الرحمة، يا خالق كل جنس مائت وغير مائت وكل طبيعة بشرية ثابتة ومنحلة، يا من بيده الحياة والموت والعيشة هنا والانتقال إلى هناك، أيها المقدر الأزمنة للأحياء والمحدد الأوقات للموت، المحضر إلى الجحيم والمسلمين، الرات بالضعف والحال بالقوى، السائس بالحاضرات كما ينبغي، والمدبر الآتيات كما يلي، المحي بآمال القيامة المجروحين بسهم الموت. أنت يا سيد الكل، يا إلهنا ومخلصنا، يا رجاء جميع أقاصي الأرض والدنيا في البحر بعد، يا من في هذا اليوم الأخير الخلاصي يوم الخمسين العيد الخمسيني أوضح لنا سر الثالوث القدوس المتساوي في الجوهر والأزلية الذي لا ينقسم ولا يختلط، وسكب على رسله القديسين روحه القدوس المحيي بحلوله وحضوره بشكل أسئلة نارية، وأقامهم مبشرين بإيمان حسن العبادة، وجعلهم معترفين وكارثين باللاهوت الحقيقي. يا من أهلنا لأن يقبل منا في هذا العيد الخلاصي توسلات استغفارية من أجل المضبوطين في الجحيم، ومنحنا آمالا عظيمة في أن يرسل إلى المضبوطين فيه راحة من المحزنات المستولية عليهم وتعزية من لدنه. استجب لنا نحن الذليلين المتوسلين والمتضرعين إليك، وأرح نفوس عبيدك السابق رقادهم وأسكنهم في مكان النجر في موضع خضرة في مقر راح، حيث ينتفي كل وجع وحزن وتنهد، ورتب أرواحهم في مظال الصديقين وأهلهم للسلام والراحة، لأن الأموات لا يسبحونك يا رب، ولا الذين في الجحيم يتجاسرون أن يقدموا اعترافا، لكن الأحياء نباركك ونتضرع إليك ونقدم لك الصلوات الاستغفارية والذبائح من أجل نفوسهم. أيها الإله العظيم الأبدي القدوس المحب البشر، يا من أهلنا لأن نقف في هذه الساعة أيضا أمام مجده الذي لا يبنى منه للتسبيح وتمجيد عجائبه، اغفر لنا نحن عبيدك غير المستحقين، وامنحنا نعمة لنقدم لك بقلب منسحق التمجيد المثلث التقديس والشكر على هباتك العظيمة التي صنعتها وتصنعها معنا كل حين. اذكر يا رب ضعفنا ولا تهلكنا بآثامنا، لكن اصنع مع ذلنا رحمة عظيمة لكي ننجو من ظلمة الخطيئة ونمشي في نهار البر ونلبس أسلحة النور ونكون مصونين من كل رزايا شرير، ونمجدك بدالة على كل شيء أيها الإله الحقيقي المحب البشر وحدك، لأنه بيدك بالحقيقة أيها الخالق وسيد الكل ذاك السر العظيم، أعني حل مخلوقاتك الوقتي وإعادتها فيما بعد وإراحتها إلى الأبد. لك نعترف بالمنة على كل شيء، على دخولنا هذا العالم وعلى خروجنا منه، الخروج المرتبط برجائنا بالقيامة والحياة النقية حسب وعدك الصادق، والتي نسأل أن نتمتع بها في حضورك الثاني الآتي، لأنك أنت رئيس قيامتنا والقاضي العادل الشفوق على أعمالنا وسيد المجازات وربها،
المشارك لنا في التقرب في اللحم والدم عن إفراط تنازل، والمتخذ عواطف رأفات بمخامرتك طوعا أهواءنا غير المعيبة، والصائر لنا نحن الممتحنين معينا من تلقاء ذاتك بما كبدت أنت من المحن، ولذا فإنك قد أتيت بنا إلى عدم الهوى على مثالك. فتقبل إذن أيها السيد توسلاتنا وتضرعاتنا، وأرح كل واحد من آبائنا وأمهاتنا وإخوتنا وأخواتنا وأولادنا وكل من هو من جنسنا، وجميع النفوس التي رقدت على رجاء القيامة الحياة الأبدية. رتب أرواحهم وأسماءهم في سفر الحياة، في أحضان إبراهيم وإسحاق ويعقوب، في بلدة الأحياء، في ملكوت السماوات، في فردوس النعيم، وأدخلهم جميعا بملائكتك النورانيين مساكنك المقدسة. وأقم أجسادنا في اليوم الذي حددته حسب مواعيدك المقدسة غير الكاذبة، فإن عبيدك لا يعرفون الموت أيها الرب، إذ ننزح نحن عن الجسد ونفد إليك أيها الإله. وما هذا إلا انتقال من المحزنات إلى الصالحات والمبهجات وراحة وفرح. وإن كنا قد خطينا إليك في شيء فكن متعطفا علينا وعليهم، لأنه ليس أحد بريئا من الدنس أمامك ولو كانت حياته يوما واحدا، إلا أنت وحدك يا يسوع المسيح ربنا الذي ظهرت على الأرض بلا خطيئة. وبك نرجو جميعا أن ننال الرحمة وغفران الخطايا. لأجل هذا، بما أنك إله صالح وحب للبشر، اصفح واترك واغفر لنا ولهم سقطاتنا الطوعية والكرهية التي عن معرفة والتي عن جهل، الظاهرة والخفية، التي بالفعل والتي بالفكر والتي بالقول والتي بكل تصرفاتنا وحركاتنا. وامنح الذين سبق انتقالهم العتق والراحة، أما نحن الباقين فباركنا جميعا، وأعطنا وكل شعبك آخرة صالحة سلامية، وامنحنا عواطف رحمة وتحنن في حين حضورك المخيف المرهوب، واجعلنا أهلا لملكوتك. أيها الإله العظيم المتعالي الخالد وحده الساكن النور الذي لا يدنى منه، يا من خلق البرايا كلها بحكمة وفصل فيما بين النور والظلام، ووضع الشمس لسلطان النهار والقمر والكواكب لسلطان الليل، يا من أهلنا نحن الخطأ لأن ندرك وجهه في هذا اليوم الحاضر أيضا بالاعتراف ونقدم له العبادة المسائية، أنت أيها الرب المحب البشر قوم صلاتنا مثل البخور أمامك واقبلها رائحة طيب زكي، هبنا هذا المساء الحاضر والليل المقبل سلاميين، سربلنا بأسلحة النور، أنقذنا من الخوف الليلي ومن كل أمر يسري في الظلمة، وأعطنا النوم الذي منحتنا إياه لراحة ضعفنا خاليا من كل تخيل شيطاني. نعم يا سيد الكل ورازق الصالحات، حتى إذا ما كنا متخشعين في مضاجعنا نذكر في الليل اسمك الكلي قدسه، وإذ نكون مستنيرين بدرس وصاياك ننهض بنفس مبتهجة إلى تمجيد صلاحك، ونقدم إلى حنوك طلبات وتوسلات من أجل خطايانا ومن أجل كل شعبك. فبشفاعات القديسة والدة الإله افتقدنا بالرحمة، أعضد وخلص وارحم وانهضنا يا الله واحفظنا بنعمتك. بعد ذكرنا الكلية القداسة طاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين، فلنودع ذواتنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح الإله. لأنك أنت راحة نفوسنا وإسادنا، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. لنكمل طلبتنا المسائية للرب. أوضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك، أن يكون مساؤنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة. الرب نسأل ملاك سلام مرشدا أمينا حافظا نفوسنا وأجسادنا. الرب نسأل
مسامحة خطايانا وغفران زلاتنا ربنا سلام الصالحات والموافقات لنفوسنا وسلام للعالم ربنا سلام أن نتمم بقية زمن حياتنا بسلام وتوبة ربنا أن تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لنا من بر المسيح المرهوب نسأل بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم مع جميع القديسين فلندع ذواتنا بعضنا بعضا وكل حياتنا المسيح لله لأنك إله صالح ومحب للبشر وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين سلام لجميعكم يحني روسنا للرب أيها الرب إلهنا يا من طأطأ السماوات ونزل لخلاص جنس البشر انظر إلى عبيدك وإلى ميراثك فإن عبيدك قد حنوا رؤوسهم وأخضعوا أعناقهم لك أيها القاضي المهيب المحب البشر غير منتظرين المعونة من البشر بل منتظرين رحمتك ومتوقعين خلاصك فاحفظهم في كل حين وفي هذا المساء الحاضر والليل المقبل مصونين من كل فعل مضاد شيطاني ومن الأفكار الباطلة والهواجس الشريرة ليكن عز ملكك مباركا وممجدا أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين لقد صارت الآن الألسن آيات واضحة للكل لأن اليهود الذين منهم المسيح بالبشرة انسقموا بعدم الإيمان فسقطوا من النعمة الإلهية ومن النور الإلهي اللذين حظينا بهما نحن الذين من الأمم متأيدين بأقوال التلاميذ الناطقين بمجد إله الكل المحسن الذين معهم نحني القلب مع الركب ونسجد للروح القدس بإيمان مشددين بمخلص نفوسنا قلبا نقيا نخلق فيها الله روحا مستقيما جدا في احشائه الان الروح المعز انسكب على كل جسد لانه ابتدا من الرسل ومنهم بسط النعمه بحسب شركه على المؤمنين واكد حضوره المقتدر بتوزيع الالسن على التلاميذ بالنوع الناري لتسبيح الاله مجده فمعهم استناره القلوب عقليا وبالتأييد الايمان الاكيد نبتهل الى الروح القدس ان يخلص نفوسنا لا تطرحني ما نشك روحك القدوس لا تنزعه مني إن رسل المسيح قد تسربلوا الآن عزا وقوة من العلاء لأن المعزي جددهم وجدد بهم معرفة الأسرار الجديدة التي أنذروا بها بنغمات غريبة عالية الكلام وعلمونا بأن نعبد الإله المحسن للكل ذا الطبيعة الأزلية البسيطة المثلثة الأقانيم لذلك إذ قد استضأنا بتعاليمهم فلنسجد للآب والابن مع الروح مبتهلين أن يخلص نفوسنا المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان ولدهر الداهرين آمين هلما أيها الشعوب نسجد للاهوت ذي ثلاثة الأقانيم ابن في آب مع روح قدس لأن الآب ولد ابنا خلوا من زمان ومساويا له في الأزلية والعرش والروح القدس كان في الآب ممجدا مع الابن قوة واحدة جوهر واحد لاهوت واحد الذي فلنسجد له جميعنا قائلين قدوس الله الذي أبدع كل شيء بالابن ومؤازرة الروح القدس قدوس القوي الذي به عرفنا الآب والروح القدس أقبل إلى العالم قدوس الذي لا يموت الروح المعزي المنبثق من الآب المستقر في الابن أيها الثالوث القدوس المجد لك الآن تطلق عبدك أيها السيد حسب قولك بسلام فإن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته أمام وجه كل الشعوب نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت قدوس الله قدوس القوي قدوس الذي لا يموت
شريك له لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض وزن الجو لارضنا اليوم واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليك ولا تدخلنا في تجربه لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين المجد لك أيها المسيح الإله يا رجاءنا المجد لك المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الداهرين آمين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم اسم رب بارك يا أب أيها المسيح إلهنا الحقيقي يا من أخلى ذاته من الأحضان الأبوية واتخذ طبيعتنا البشرية بكمالها وألهها ثم عاد فصعد إلى السماوات وجلس من عن يمين الله الآب وأرسل الروح القدس الإلهي الأزلي المساوي له ولأبيه في الجوهر والقدرة والمجد إلى تلاميذه الرسل القديسين وأنارهم به وبهم أنار المسكونة كلها بشفاعات أمك القديسة الكلية الطهارة والبريئة من كل عيب والقديسين المشرفين الرسل الجديرين بكل مديح الكارزين بالله والحاملين الروح وجميع القديسين ارحمنا وخلصنا بما أنك صالح ومحب للبشر بصلوات أبائنا القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا كل عام وانتم بخير ينعاد عليكم بس بدي أذكر يا أحباء عشان يوم الأربعاء مساء ما لح يكون في عنا قداس إلهي